اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما شفتم من لحظات طبعا الفيديو عن البطوله كانت في رواندا. صاله رواندا دي بقت صاله شهيره، استضافت الكثير من الاحداث للالعاب الجماعيه، السله واليد والطايره، فبقت صاله شهيره. كابتن المنتخب هو طبعا مهاب سعيد، نجمنا نجم النادي الاهلي وكابتن فريق المنتخب ده، برغم ان هو اصغر واحد سنا ولكن هو كابتن هذا الفريق واللي كان ليه دور كبير جدا في المكسب. وبنرحب بيه اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا مهاب. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك، الاخبار؟ مهاب طبعا ببارك لك في الاول بطوله افريقيا، حاجه جميله جدا يعني يبقى عندنا منتخب، يعني حاجه تشرفنا في افريقيا كده بيكسب فاينل فرق 20 هدف. ببارك لك طبعا، ده اكيد ما جاش يعني جيب بعد مجهود. طبعا بعد مجهود كبير يعني، واشتغلنا كتير على نفسنا وكان عندنا استقرار الفتره الاخيره ديت، وجي بعد تعب يعني كتير الحمد لله. طب مهاب قول لي بصفتك كابتن الفريق، يعني انتوا استعديتوا البطولة، كابتن صابر حسين طبعا مدير فني الفريق واستلم المهمة من سنة، انا فاكر كويس لان هو كان ماسك فريق الشباب في نادي الاهلي والمنتخب طلبه، فطبعا لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، نادي الاهلي تركه للمنتخب عشان يمسك هذا الجيل. كلمني عن السنة، انت استعديتوا ازاي؟ كنتوا بتتجمعوا 3 ايام في الاسبوع انا فاكر، يعني الاستعداد اللي انتوا استعدتوه لهذه البطولة كان شكله ازاي؟ هو احنا من فترة، من اول ما اتجمعنا تقريبا احنا اكتر فريق غير علينا جهاز في المنتخبات كلها، فاحنا كنا محتاجين استقرار زي اللي حصل السنه اللي فاتت دي. فجي كابتن صابر وكابتن عمرو خليفه والجهاز كله يعني جه وحطوا بلان من الاول، وابتدينا نتجمع، ابتدوا يبصوا على الناس، كنا حاطين رولز لكل اللي بيعمل مشاكل او المنتخب كان فاكك شويه فكان بيعمل اي حاجه بيمشوه، ما عندهمش مشكله لسه بيبداوا الطريق يعني من اوله. فكنا بنتجمع كتير وعملنا معسكرات خارجيه كتير، وكنا محتاجين ده، كنا محتاجين احتكاكات كتير بره عشان نعرف احنا فين، لان يعني احنا بطوله بحر المتوسط اللي كانت في اليونان ما كناش موفقين فيها. فجم واشتغلوا بشكل ثابت، قعدنا فتره لحد ما سافرنا اول بطوله معاهم، كان سافرنا معسكر ودي في المجر. المجر تقريبا خامس اوروبا، فتعادلنا معاه الماتشين، بعد كده رجعنا. مش هدفنا ان احنا رايحين نكسب او اي حاجه، احنا اعداد بس بنبص مستوانا فين. صحيح. بعد كده رجعنا وسافرنا اتجمعنا تاني، كنا بنتجمع في الاول 3 ايام وكده بس، بعد كده تيجي بقى فترات بنتجمع 5 ايام واسبوع كامل بنريح بس يوم ونرجع تاني وبنتجمع تاني، وسافرنا كذا سفريه قبل بطوله افريقيا. الجميله مهاب ان انت مش بس يعني كابتن فريق الشباب، انت فزت مع منتخب مصر كمان بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كانت من شهرين 3 على ارض مصر. فطبعا لما نلاقي يعني كابتن فريق الشباب معاه منتخب الكبير بيفوز ببطوله، وفي يقال يعني احنا ما عندناش ريكورد ان نقول ان انت اللعيب الوحيد في التاريخ اللي جمع ما بين بطولتين افريقيا شباب وكبار في سنه واحده، اكيد ده حاطط عليك عبء وخلاك تكسب خبرات كبيره جدا لعبه مع منتخب. يعني معلش انا يعني انت رايح بطوله دي بتلعب يعني ايزي جيم خالص زي ما بيقولوا يعني. الكلام ده حقيقي؟ هل لعبك مع منتخب الكبير اكسبك خبرات كبيره قدرت بيها تساعد منتخب الشباب؟ طبعا يعني الشغل مع الناس الكبيره او اللعب جنب الناس الكبيره بيديك خبرات، بتبقى شايف حاجات انت يعني لما تنزل بقى تحت بتنقلها، ببقى شايف انا مثلا حاجه فهم يوروني حاجه تانية خالص. صحيح. فلا ده ساعدني كتير قوي ان انا يعني اتطور اكتر واتطور احسن. فنزلت مع منتخب الشباب يعني كنت بحاول بس انقل لهم فكره عن الاجواء فوق، الدنيا مش صعبه قوي فوق زي ما احنا متخيلين، بس هي فرصه بتجيلك بتحاول تمسك فيها بس. وخلينا اقول ان حتى مدير فني باروندو يعني كان مديك ثقه كبيره واحنا شفناها، وكان بيديك وقت في الملعب، وكان يعني كان شايف فيك حاجه بروميسنج، شايف فيك حاجه واعده. يعني كلمني، هل هو اتكلم معاك جابك؟ بص هقول لحضرتك، هو احنا في الاول انا ما اتمرنتش مع مستر بروندو كتير، يعني هما ممكن يكون المنتخب الاول طبيعي اتمرن سنتين كامله، فهي كانت الفكره ان هو كان جاي يبص مثلا عليا او حاجه ويقرر هياخدني ولا لا، فهو بيقول لي معلومه عملتها واستفدت من المعلومه اللي هو قالها لي دي، تمام ما استفدتهاش خلاص، بس هو كان مديني معلومه وانا كنت بستوعب بسرعه، هي زي ما قلت لحضرتك هي فرصه جات لي ومسكت فيها الحمد لله. يعني طب ايه اللي كان بيقوله لك يا مهاب؟ يعني ايه اللي كان بيقوله لك مستر بروندو مدير فني منتخب؟ ابرز النصايح اللي انت لما عملتها، خلي بالك المدربين الاجانب اهم حاجه عنده التطبيق، اللعيب يفهم ويستوعب ويركز ويطبق يبقى كده حبيبي. ايوه فاهم. انما الاجنبي بيتكلم هو وانت في يعني بقوله منفض ومسقع دماغك وما فيش حاجه بتحصل في الملعب عمره ما هيبص لك. ايه ابرز نصيحه انت قالها لك وعملتها في الملعب وبسطته جدا؟ هي اغلب الحاجات بتبقى تحركات، مثلا الملعب بيبقى فيها يعني لما طلعت فوق في تحركات كتير جدا اكتشفت انها غلط، ف
في الهاندبول يعني، او انا ما اتمرنتش مثلا مع مدربين اجانب كتير او كده عشان اعرف، او من زمان هم اشتغلوا معاهم فعارفين التحركات، فانا من صغري بعمل مثلا حاجه. فهو جه قال لي مثلا على تحركات ملعب مثلا، انا كنت من القليل قوي ان انا كنت بخش من واحد واثنين، ما بين واحد واثنين، ما بين واحد واثنين، ما بين مركز واحد واثنين. انت بتلعب باك رايت، الساده المشاهدين مهاب سعيد بيلعب باك رايت، فانت بتقول انت نادر لما كنت بتخش في الجاب اللي ما بين واحد واثنين. فهو نمى الحته دي عندي ان انا ما بقتش بقيت اخش كتير من بين واحد واثنين، فدي من ضمن الحاجات اللي يعني وعجبته واتبسط منك انت بتنفذها. وبدليل على كده استعان بيك في بطوله افريقيا وكان معتمد عليك بشكل كبير. طب مهاب خليني ارجع لحاجه ذكرى انا ما بحبش اقولها، بس انا ما بحبش دايما افتكر السلبي، ولكن ده رساله للي بيتفرج علينا. انت تعرضت لاصابه قويه جدا السنه اللي فاتت. مهاب اللي انتوا بتتفرجوا عليه يا جماعه تعرض لاصابه وهو قطع كان ما بين وتر اكيلس والسمانه، اصابه ثقيله جدا جدا يعني في حته الالتئام فيها صعب. السنه اللي فاتت قابلتك برغم انت كنت طالع بسرعه صاروخ والموضوع ده ما عطلكش، اتعالجت وركزت في علاجك. كلمني عن بدايه الاصابه وكانت امتى لغايه ما رجعت تاني من الاصابه يا مهاب. كنا من بدايه الاصابه كنا بنلعب الزمالك في الدوري تقريبا، وهم في بدايه الموسم، لا مش بدايه الموسم دي، كانت في نص الموسم كده، نص الموسم. ف ما حدش لمسني ولا اي حاجه، انا بعمل جامب حسيت بطرقعه كده في رجلي. طرقعه شفناها في التلفزيون. فانا شكيت ان هي حاجه في اكيلس بس الحمد لله يعني. فلما خلصت وكده روحت وعملت الاشاعات وكده، كان عندنا اصلا منتخب عشان كنا مسافرين بطوله تي بي، بطوله يعني مصنفه، بطوله معروفه يعني. فقعدنا المفروض البطوله دي كان اصلها شهر بالظبط، وانا مده علاجي شهر ونص. ففضلت كثفت العلاج وكده، بالظبط كانت البطوله ناقصه لها شهر واسبوع. أيوة يعني صحيح انا فاكر. فانا المفروض مده علاجي شهر ونص، فكثفت العلاج وكده عشان احاول على قد ما اقدر الحق البطوله. رجلك وكده كنت لابس زي حاجه كده ما بتاع كده مثبت عرفت مثبت رجلك خالص ما تدوس عليها. السمانه ما تشتغلش خالص. قعدت شهر بالظبط. فهو كان يعني انا كنت جاهز، بس في نفس الوقت الجهاز بتاع المنتخب ما كانش عايز يخاطر بيا طبعا. فانا كنت انا حاسس ان انا جاهز يعني، هو اللعيب برده بيحس بنفسه يعني. فانا لان انا اشتغلت فتره علاج كويسه فقعدت شهر، فقلت لهم انا جاهز، وهم كان الاتحاد ما كانش عايز يسفرني كمان، محدش يعرف تقريبا الكلام دوت. فبس انا صريت ان انا اسافر وهم طلعوني على مسؤوليتهم. الحمد لله رحت البطوله دي خدت الهداف وخدت احسن لعيب فيها. فبس انا الفتره اللي فيها دي بقى اللي هو الشهر ده كنت بتمرن مثلا حاجات ناقصاني، فكنت وانا واقف بقى بالثبات او كده حاجات ناقصاني كنت بتمرن عليها، ولما رجعت اتمرنت اسبوع بعد كده سافرت. اعزائي المشاهدين، مهاب سعيد معلومة كده للسادة المشاهدين، هو أصغر لاعب في التاريخ يحصل على بطولة أفريقيا مع المنتخب الكبير، ده بالأرقام والحسابات، أصغر لاعب في التاريخ. البطولة الأفريقية اللي فاتت دي في شهر 7 هو أصغر لاعب اللي قاعد قدامكم. مهاب سعيد خد أخد بطولة العالم سنة 2016، صح كده؟ 2019 أنا آسف، تحت 16 سنة واخد بطولة عالم وهو عنده 16 سنة. يعني عايز أقول لكم إنه لعيب مش بس يعني أصغر في الألعاب الجماعية، يعني اصغر لاعب في الالعاب الجماعيه في يعني في تاريخ مصر الالعاب الجماعيه كلها ياخد بطوله عالم عنده 16 سنه، يعني انتوا متخيلين. فالحمد لله مهاب يعني ممكن ما يكونش هو كمان يعني مركز في المعلومه دي، بس احنا مركزين مع كل البيانات يعني او كل الارقام. فلما يبقى عندنا لاعب واخد اصغر لاعب ولعيب كابتن في منتخب الشباب وهو اصغر واحد سنا فيهم، اذا احنا بنتكلم مع لعيب ان شاء الله ليه مستقبل كبير جدا. رغم الاصابه اللي تعرض لها كمل وعمل موسم انهى بيه بشكل جيد. طيب خلينا نرجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي مسترداني طبعا مسك التولية المسؤوليه في اخر الموسم، يعتبر كان بطولتين بس اللي كانوا عندنا او ثلاثه. لما اتمرنت معاه ايه نصايحه وايه يعني كان بيتكلم معاك ازاي؟ بص هقول لك، هو احنا كنا في الاول كان عمر سامي الوينج رايت كان مصاب. نعم. فهو كان بيلعبني في وينج رايت، ما كانش بيلعبني اكتريه باك رايت. فهو ده مش مركزي، بس هو طلب عشان في اصابه. فهو كان طالب مني حاجات من انا كنت بنفذها له بس في وينج رايت. لكن دلوقتي بقى لما رجعت بتلعب في مركزك دلوقتي باك رايت. دلوقتي خلاص الوينج رايت تمام متغطي وكل حاجه ولعبته موجوده يعني. فيه الحمد لله. طيب انت طبعا ما حضرتش منتخب اسبانيا ولا منتخب طبعا لو سوري معسكر اسبانيا ولا معسكر البوسنه. طيب المعسكرين دول اكيد انت معاهم على الجروب وشايف الكلام وشايف الـ 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 الاستعدادات وشايف المعسكرين دول فادوا الفريق انت بتتكلم معاهم؟ طبعا انا يعني شايف ان المعسكرين دولت من انجح المعسكرات اللي النادي عملها الفتره الاخيره دي قوي،
يعني تجربه كويسه، احتكاك كويس يعني لماتشات قويه، عشان لما نيجي هنا في مصر نقابل يعني زي مثلا هقارنها مثلا بالمنتخب لما سافرنا اوروبا وكده وجينا لعبنا بطوله افريقيا، بالنسبه لنا الموضوع سهل جدا، موضوع سهل، فهي نفس المقارنه ممكن يعني. صحيح. فانا شايف المعسكر ناجح بصراحه. طب يعني شايف السنه دي ازاي في الاهلي؟ حاسس بتغيير السنه دي يعني؟ انت طبعا انت لعبت ماتش البنك الاهلي؟ ما لعبتش. لا انا قلت امريكا كانت النهارده يعني. انت مدي راحه كان او مديك الجهاز الفني راحه التزموا بيها، ما ريحتش خالص، انت لاحم مواسم في بعض. فوضع طبيعي، وخلي بالك انت يعني ما شاء الله طول ما انت ماشي بخطى ثابته كده كل مدربين المنتخبات على الانديه ما حدش هيسيبك. استعد بقى قابل يا باشا الاربع خمس سنين جاي. فانت خدت الراحه دي، بس الجهاز فضل انه ما يشككش ماتش البنك الاهلي، رغم ان هو يعني ما هيحتاج لك في السوبر. هو بصراحه مستر داني اتكلم معايا وقال لي محتاج تريح قد ايه، فانا قلت له على المده، وهو كمان اداني يوم زياده، قال لي لا ريح طب يا عم يوم زياده يوم زياده يا عم افسد يا عم اداك يوم زياده. ما انا بقول لك يعني، فما لعبتش انت ماتش البنك الاهلي؟ لا فانما انت ان شاء الله من النهارده اول تمرينه؟ اتمرنت النهارده اول تمرينه. عندكم ماتشات وديه ثانيه جايه مع الفريق الاول؟ لحد دلوقتي لا، يعني المفروض في معسكر يوم 10 يوم الجمعه الجايه يعني وخلاص. يعني انتوا في معسكر مولك من الجمعه؟ عشان بطوله، عشان السوبر. السوبر يوم 11 و12 حد واثنين، سبورتنج وزمالك. المعسكر هيكون فين يا مهند؟ في صاله حسن مصطفى. مجمع الدكتور، لان الماتشات هتبقى هناك، تلعب هناك. طيب وبعد السوبر ان شاء الله عندنا ايه؟ عارف انت المواعيد؟ لا عارف. هو تقريبا عندنا بطوله العالم صح؟ افريقيا. لا في افريقيا، أفريقيا الاول بعد كده الاول صح، افريقيا الأول. في تونس. صحيح افريقيا. طيب خليني يعني ارجع معاك لبطوله، البطوله الحدث الاهم اللي احنا مغطيه النهارده، بطوله افريقيا للشباب واللي فزنا فيها في رواندا. لما رحت البطوله كنتوا عارفين المنافسين؟ يعني عارف مين المنافسين اللي انتم ممكن تقابلوهم او ممكن زي ما بيقولوا ينافسونا؟ كنتوا عارفين ولا رحتوا هناك اكتشفتوا؟ لا هو احنا كنا عارفين، بس هو الطبيعي بتاع اي منتخب مصر وشمال افريقيا وكده بيبقوا عارفين مين اللي هيقابله. مصر وتونس. فاحنا اتفاجئنا ان الجزائر عملت مفاجاه وكسبت تونس. فالموضوع دوت احنا قابلنا الجزائر في الاول كسبناها الفرق 12. فالموضوع ده ممكن يكون كان حاطط علينا ضغط، اللي هو لا الجزائر مش تيجي زي الاول، فاحنا لازم نلعب اجمد يعني. لما نلعبها تاني في الفاينل مش الموضوع مش هيبقى سهل، مش هيبقى سهل. فاتكلمنا مع بعض وقلنا لا لازم نشد وجامد ويعني نظبط نفسنا ان لا الماتش مش سهل خالص. يعني الجزائر طلعت تونس في قبل النهائي الناحيه الثانيه، وانتوا تاهلتوا نهائي فلعبتوا الجزائر. الجزائر وتونس خلص كام؟ خلص الفرق 3 للجزائر. ده الماتش كان مأزم. لا الماتش يعني كان حتى لو تونس كانت طلعت برضه كنا هنفوز. يعني قصدي اقول ان هو فرق مستوى قريب من تونس والجزائر. بس خليني اقول لك ان دي حاجه جميله، يعني حاجه تحسسنا بالفخر ان منتخب الشباب بتاعنا بتاع مصر بتاع كره اليد يروح يكسب نهائي افريقيا فرق 20 هدف. مع الاحترام طبعا لفريق الجزائر الشقيق، منتخب كبير وعلى راسنا من فوق وصاحب تاريخ كبير طبعا، ولكن ده حاجه تسعدنا ان احنا حاسين ان احنا يعني زي ما بيقولوا يعني احسن جيل في افريقيا. انتوا حاسين بده؟ احنا حاسين بده، لان كمان احنا طول البطوله لو حضرتك بصيت على سكور البطوله احنا كمان كل دوت والفاينل دوت يعني البطوله الماتشات اللي فاتت كلها احنا ما كناش بنلعب بكل التكتيك اللي عندنا اصلا. يعني كان الجهاز الفني كان محجبنا بكذا حاجه بس اللي احنا نقدر نعملها. فكل ما كانش مثلا مش هقول كلنا كناش بنلعب باريحيه قوي يعني. فهم كانوا شايلين دوت على الفاينل ان احنا ننزل ننفذ بقى كل حاجه. فاللي هو اللي احنا كنا عاملين حسابه ان هو تونس، فنزلنا بقى قدام الجزائر اللي احنا كسبناها الفرق 12 في دور المجموعات. هم ممكن يكونوا كانوا محضرين شغل على اللي هم شافوه، نزلوا مثلا فاينل لقوا شغل تاني خالص. طبعا ما هو دي بقى يعني كياسه الجهاز الفني انه ما يحرقش ورقه في الملعب. بس خليني اقول ان كان في لقطه حلوه، ما اعرفش انتوا خدتوا بالكم منها كلاعيبه وانتوا بتلعبوا انجولا، منتخب الجزائر الشقيق كان بيشجعكم. خدتوا بالكم دي؟ خدنا بالنا. كان ماتشو بعديكم. كان منتخب الجزائر ده فريق محترم واللعيبه محترمه على طول قاعدين معانا في الفندق اصلا. تقول لهم ايه؟ تقول للمنتخب الجزائري ايه؟ بيبقوا قاعدين معانا وبعد البطوله اصلا جم قعدوا معانا في الاوض. ولا يعني هو ناس محترمه والمغاربه برضه نفس الكلام وكده. بس يعني لا يعني خلي بالك الاجواء كانت حلوه يعني بتاعت البطوله. خلي بالك ده استكمال للمشاعر الكبيره ما بين الاشقاء وبعض. وخليني اقول لك ان الجزائر او شعب الجزائر الشقيق وتشجيعه الشديد لنا في بطوله البحر المتوسط وازاي كان بيساند الفرق المصريه واللاعبين المصريين، الحقيقه كل التحيه طبعا للشعب الجزائري. يمكن ما تربطناش حدود مع بعض، ولكن الحب والعشق بين الشعبين حاجه جميله جدا يعني. والغريب انه بيشجعك قدام انجولا لانه وممكن هو هيكسب وهيلاعبكم في الفاينل، بس هو مشاعره
يعني اكيد حاجه شعور حلو لما تلاقي الاخوه العرب في كل حته بيبقوا مساندين لبعض. اه زي ما قلت لحضرتك احنا من اول بطوله اصلا يعني كنا مصاحبينهم وعلى طول مع بعض ويعني طول الوقت تقريبا مع بعض، فهم يعني زي ما تقولوا حبينا بعض مثلا، فهم عشان كده جم شجعونا. هو ده الهدف من الرياضه صح. طيب وخلينا نقول برضو انه حتى مدير فني الفريق الاول الجزائر قال ان مصر يعني ستسيطر على القاره الافريقيه 10 لغايه 2030، وهو بيقول الكلام ده نتيجه الجيل الشباب اللي طالع والناشئين كمان، جيلين طالعين كويسين جدا، فبيقول لك مصر 10 سنين متسيده القاره الافريقيه، وده في كره اليد يعني حاجه انتوا طبعا يعني هتبنوا على اللي قبل منكم اكيد. اه طبعا هو الاتحاد المصري بصراحه قايم بدور جبار يعني، وحاطط بلان ثابته يعني، مثلا مستر بروندو جاي مش اللي تحته ما بيشتغلش بسيستم تاني، لا هو نفس السيستم بتاع الدرجه الاولى عشان لما نطلع ما نلاقيش فيه فجوه كبيره يعني او كده، فده حاجه كويسه يعني. حاجه جميله، وخلي بالك الاتحاد مش هيعمل كده الا اذا كان بدعم من الدوله ودعم من وزاره الشباب والرياضه. اه طبعا لان الناس بتشتغل بصراحة. فلما تشتغل وتسعى انها تحط مصر قدام هتلاقي كل الدنيا بتساعدها، هو ده دور الاتحادات يعني. طب خلينا ارجع للبطوله، ويمكن كان اقوى ماتش كان هيبقى تونس او الجزائر، هل في مباريات ثانيه يعني حسيتوا فيها ببعض النديه؟ ماتش انجولا، فريق انجولا فريق محترم يعني، واللعيبه الكواليتي بتاعتها مش وحشه يعني، فريق انجولا برضو فيرست تيم برضو مش لا كويسين انجولا. اه يعني انجولا كويسين بتطلع كسبت بطولات عالم. اه طبعا فالماتش ده كنا نازلين عاملين حساب ان الفريق رخم، والماتش ده مش هينفع نخسره لان طبعا ده خلاص وصلنا فاينل على طول، فكنا عاملين حساب، بس هم كانوا يعني ما يعني بسم الله ما شاء الله ما بيتعبوش في الملعب على طول، وعندهم احتكاكات قويه. اه بالظبط. انت تفتكر الماتش خلص كام؟ كان خلص فرق 9 تقريبا. فرق 9 يعني ده تقريبا اقل سكور في البطوله يعني. اقل سكور اه ليكم انتوا بعد كده فوق التسعات كله بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن بطوله العالم بقى، انتوا طلعتوا بطوله العالم 2023 اتحدد مكانها وقتها ولا لسه؟ اه في المانيا واليونان. المانيا واليونان ما عادش خلاص كاس عالم هتعمل في دوله واحده. اه في شهر كام؟ في شهر 6 ان شاء الله. شهر 6. كابتن صبري حسين قعد معاكم بعد البطوله قال لكم هنعمل ايه في معسكرات ايه، ولا الكلام ده لسه ما اتحددش؟ لا طبعا اتكلم معانا، وده طبعا هو ده مش التارجت بتاعنا اصلا للشغل، الشغل اللي احنا اشتغلناه مش ده، احنا التارجت بتاعنا ان احنا دي بطوله هناخدها عشان التارجت اللي هو بتاعنا اصلا بطوله العالم يعني. فهم حاطين بلان تاني، وعندنا عندنا سفريه في شهر 10 اسبانيا. برافو. فيعني مش اللي هو خدنا بطوله وهنريح بقى وننسى كل اللي عملناه. لا ده يمكن الجدول ده محطوط من قبل البطوله. لا لا الجدول ده معمول من بدري وشغل تاني خالص عكس اللي احنا اشتغلناه بطوله افريقيا. يعني عندكم معسكر في شهر 10؟ اه المفروض في اسبانيا. اسبانيا اه طبعا. وهنرجع وفي معسكرات تاني وكده. بقى لغايه ما توصل بطوله العالم في المانيا وبولندا صح؟ المانيا واليونان. واليونان؟ بس المانيا واليونان مش جنب بعض. يعني دايما الدولتين قريبين من بعض. يعني المانيا فوق شويه واليونان تحت خالص. بس يعني بتهيألي بيبقى يعني بتبقى دي جروب وده جروب وفي الاخر بيروحوا بلد، فهي بتعتبر يعني ايه رحله طيران زياده ولا حاجه جوه اوروبا، ما بتفرقش انت طاير فين. بس حلو ان انت بتتكلم بلغه حلوه عجباني جدا، احنا التارجت بتاعنا مش افريقي. اه ما بالظبط يعني بحكم الاجيال اللي قبلنا عملته والمنتخب الاول بيعمله، فما بقاش التارجت بتاعنا بطوله افريقيا يعني، احنا التارجت بتاعنا بطوله عالم، ومش بس نخش المربع او حاجه، لا احنا هدفنا اول عالم ان شاء الله يعني. فده بلان يعني احنا في دماغنا كلنا حلم اي لعيب يعني ان هو ياخد كاس عالم. طب كلمني عن عقد الاحتراف اللي جالك. لا قول لي التفاصيل اللي حصل ايه وقال كلمه مع النادي قول لي يعني. والله انا جالي عرض قبل ما قبل لا اتكلم ما فيش مشكله، ما هو انت خلاص قاعد مع الاهلي. ماشي. انا سالتك بعد ما خلاص الدنيا باظت كلمك يعني. لا قول اتكلم عادي خد راحتك. والله انا كان جاي لي عرض من نادي في فرنسا. اه وده كان حلمي ان انا اطلع، بس طبعا جالك وانت فين؟ وانت في معسكر هناك؟ جالي وانا كنت في البطوله اللي قلت لحضرتك عليها لما كنت مصاب. خدت الهداف. اه هي جالي بعدها فكلموا معايا وكده. النادي اسمه ايه؟ كريتي. تمام. وبعد بيلعب يعني ترتيبه كام في الدوري الفرنسي؟ ترتيبه من تقريبا يعني من الثامن للعاشر كده. اه في المنطقه اللي في الوسط. اه كويس جدا، هم عارفين سنك ان انت لسه صغير. اه حلو. فبعتوا عرض ورسمي للنادي
والنادي قعد اتكلم معايا واحترمت وجهه نظرهم ومكمل مع النادي، واللي هو النادي شايف طبعا انا عامل ايه يعني. ما مش بدري بدري مستنيينك شويه كده يعني تشيل لنا كاسين ثلاثه، وبعد كده يا باشا النادي اكيد مش هيقف في طريقك يعني. وخلي بالك انت ممكن تاخد خبرات هنا كمستوى فني طبعا يعني اعلى كتير جدا منك. الموسم ده مختلف يعني طبعا طبعا. ولما بعتوا فاكس والنادي قعد معاك ويعني يعني اوريدي ده في عرض لسه، اصل احنا قرينا الكلام ده يعني من الـ من الـ من الصفحات ومن الميديا، بس يعني انت بتقول الحقيقه انه بعتوا عرض وطلبوا شراء. انت فاضل لك قد ايه مع النادي الاهلي كعاد؟ سنه ان شاء الله. سنه ان شاء الله. فالنادي الاهلي تمسك بيك وانت حسيت ان هو حلو جدا ان انت تكمل سنه. خلي بالك انت ممكن السادي تحطك في حته ثانيه يعني ان شاء الله لو السادي كان موسم كويس عملته، بدل ما يجي لك من الثامن للعاشر في الدوري الفرنسي لا يجي لك من الاول خمسه. والله انا مش يعني دلوقتي ما اتكلمت مع النادي كده خلاص، شلت كل حاجه من دماغي و مش مركز في حاجه تاني غير ان انا بس نحقق على قد ما نقدر كل البطولات الممكنه عشان يبقى بس نرجع بس الثقه تاني للجماهير يعني. طب قول لي يعني يعني انت بتقول الموسم ده شكله مختلف مع الاهلي، مدير جهاز فني جديد، في معسكر خارجي، ماتشات في مصر، شايف اهم حاجه يعني مستر داني في النادي الاهلي بيركز عليه؟ يعني في مدربين فلسفتهم زي اجوستي، مستر اجوستي بوش، الدفاع هو فلسفته كده، انا اكسب بطوله بالدفاع، ممكن اكون في الاوفنس مش موفق، بس انا مش هخلي فرقه تجيب اكتر من 60 بونت مثلا في الماتش. مستر داني في النادي الاهلي فلسفته ايه؟ ايه اللي انت حسيته او اللي شايفه بيميزه عن اي مدرب؟ بص اقول لحضرتك، احنا لما مسك مستر داني ممكن يكون كابتن ابراهيم المصري، طبعا كابتن ابراهيم المصري صخره الدفاع، فهو محفظنا مثلا الشغل الاسباني لان مستر داني اسباني، ف مدرسه الاسبانيه فهو يعني احنا عارفين معظم شغل الدفاع، فممكن الفتره دي يكون مركز على اخطاء هجوميه وتحركات هجوميه وكده، فبيحاول يعدل كل ده يعني. هو يعني هو بيحاول يعني هو شايف ان احنا في الدفاع الحمد لله، وعلى فكره احنا السنه اللي فاتت كنا في الدفاع كويسين مش وحشين، فهو شايف احنا كان مشكلتنا بس في الوقت المهم والاوقات اللي بنخسر اهداف وقله خبره، يعني كنت شايف انها قله خبره. اتوقع ان ده ان شاء الله اكيد السنه دي مش هيبقى موجود. مهاب انا بشكرك شكرا جزيلا، انا سعيد بيه جدا. وانا والله شكرا لقاء. على الاستضافه دي. لا ده جميل جدا اول لقاء بينا وبين بعض، بس ان شاء الله مش هيبقى الاخير، وانت مستنيين منك يعني تالق وابداع ان شاء الله السنه ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نستقبل باقي النجوم، النجوم الشباب كره اليد اللي فازوا ببطوله افريقيا مع المنتخب. هنطلع لفاصل وينضم الينا باقي النجوم ولكن بعد الفاصل.